السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أشرف من قناة X4. طبعا اليوم التليفون اللي معنا G4 Core. تمام، ما في الجوجل أكاونت. طبعا أنا مدخل الباسورد هون، باسورد الواي فاي. مثل ما كنتم شايفين طالب من الرمز اللي نحن ناسيينه بالأساس. هون طلب مني حساب الجوجل أكاونت. طبعا نحن لا معنى هذا ولا معنى هذا، من الرجوع لورا. طبعا أهم شي نكون داخلين الواي فاي، بعدين نجيب سيم كارد شغالة. اوكي، سيم كارد. دخلنا هذا السيم كارد، بنروح على الامرجنسي كول، نقول له 112 شايفينها هاي، نكبس عليها send message. طبعا انا بعت اي شي هون، تبعتوا اي شي هاي. تم كبس على المسج، وبعدين تحط له شير. بعدين في شيء اسمه جوجل جو، حط على جوجل جو، تبحث على شيء اسمه VN rule. في انروم بالباس this one. تمام، اول شي ننزل هاي، نقوله داونلود. نزلنا اول شيء اندرويد 8، نزلنا الاف ار بي باي ماس. اول شيء من نص باي نقول له انستول. طبعا الطريقة كتير سهلة وما بدها شيء. دان نفتح الباي باس، نقول له انستول، نحط له اوبن. تمام، ندخل حسابنا بالطريقة هاي. انا اكتب حسابي. هذا حسابي. طبعا انت تكون عامل حساب، اللي ما بيعرف يكون عامل حساب شي ميل على موبايل تاني ويدخلوا هون اي حساب. يعني في عالم كتير تسألني شو الباسورد، انت حط اي حساب، حط الباسورد.
طبعا حطينا الباسورد. عمل الرجوع. صار فينا هلا حتى لو عدنا التشغيل امورنا نظاميه. بس المهم next agree. شايفين شو اعطاني؟ اعطاني الايميل اللي انا دخلته فوق. راح نقول له next. فينيش. طريقة كتير سهلة، وعلى فكرة يعني دورنا على كتير طرق على اليوتيوب وعلى غيره، كانت صعبة، كان الموضوع صعب شوي حتى قدرنا نطلع لكم التالية. طبعا التليفون مثل ما قلنا جي فور كور اصداره. اندرويد 8 مثل ما انا شايفين جي 4. بالنهاية بتمنى تشتركوا بالقناة، تدعمونا بلايك، تعليق حلو، دعوة حلوة. الله يسعدكم، شرفتونا، كان معكم أشرف. الله يعطيكم ألف عافية.